تحت عنوان همسات افتتح في صالة الخانجي للفنون في مدينة حلب معرض فني للفنانة التشكيلية فاتن الحلو، وضم المعرض لوحات عديدة حملت الكثير من الأحاسيس والمشاعر الموجهة كونها التجربة الأولى لها، بهدف التأكيد على قدرتها على إثبات إبداعها في مدينة الفن. معرضي بحكي عن همسات فيها حس إنساني، فيها بعض طبيعة الصامتة، ومثل ما شفتوا اللوحات كل لوحة بتخبر خبرية صغيرة. دائما التجربة الأولى هي يعني زخم الإحساس، وتجربة يعني فريدة، يعني بيكون الحس الأول دائما بيكون حس يعني متميز. مجال بحلب ده واسع، فيها تشكيلة وفيها فنانين معروفين وفنانين يعني عاملين تميز، وإنك تدخل الفن هيك مو أمر سهل بحلب لأنه هي مدينة ثقافة. الزوار عبروا عن إعجابهم بالمعرض وتنوعه وبأداء الفنانة التشكيلية وطريقتها، وخاصة أن كل لوحة عكست قصة معينة من مختلف مناحي الحياة في المدينة. معرض متنوع يحاكي الأحلام، أحلام الطفولة، يحاكي أحلام الإنسان بشكل عام، ويعبر عن معاناته وتطلعاته نحو مستقبل أفضل. فاتن من الناس اللي فعلا اللي بيشتغلوا على حالهم، عندها شغف، عندها حب، عندها دؤوبة. تفاجأت أنا بالمستوى اللي موجود، كان مستوى كتير عالي وفن كتير رائع ورسائل كتير مهمة. بالحقيقة في شيء لامس أرواحنا. تعمل مديرية الثقافة في حلب بشكل دائم بالتعاون مع الفنانين على افتتاح العديد من المعارض دعما لهم بهدف تعريف الشارع الحلبي المحب للفن بأعمالهم. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب.